وللوقوف أكثر على ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على العدو الصهيوني، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. من الواضح أن هذا البيان المنحاز للحق الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كان يشتمل على العديد من العناصر المهمة، وهي نجاح المقاومة والشعب الفلسطيني في هذه المعركة وتحقيق هذا الانتصار والخزي الذي أصاب أطرافا عديدة على رأسها الكيان الصهيوني. ماذا تمثل لكم هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم ويحيي جميع المشاهدين الكرام، ولا سيما هذا الأيام الماضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته الشهداء الذين ارتقوا إلى في هذه المعركة، ونسأله تعالى الشفاء لجميع الجرحى والصبر والسلوان لجميع الأهل والتعويض لمن فقد شيئا ماديا. هذه فعلا يعني لحظة فرح، لأن المعركة لم معركة محدودة في زمان ومكان، بل هي معركة ممتدة زمانيا ومكانيا. زمانيا لأنها معركة تمتد من ابتداء الكيان الصهيوني بمؤامراته واستيلائه على شبر، بداية استيلائه على شبر ثم توسعه في هذه الأرض المقدسة. ومكانيا فإنها قد هذه المعركة قد شملت الأمة جميعا. نعم. في مشارق الأرض ومغاربها الذين تكاتفوا مع إخوانهم في هذه البلاد. ماذا يعني دكتور، كما قلتم في بيانكم، أن المقاومة انتصرت ميدانيا وشعبيا وإعلاميا، وأيضا حققت نقاط يعني في صميم المعركة من الناحية العسكرية والأمنية، ماذا يعني أن يكون هناك من بين أبناء الأمة ومن شعوبها شعب يعني يتقدم بهذه الخطوات الواثقة على طريق تحرير فلسطين بقدرات ذاتية في قطاع محاصر منذ أكثر من 15 عاما؟ ملامح النصر كثيرة، يعني إذا أردنا أن نتكلم عسكريا فهي من معالمها هي إفشال أو إثبات ما يسمى بالقبة الحديدية ووصولها الصواريخ على ضعف إمكانياتها إلى أهدافها بكل اقتدار. الأمر الثاني مثل ما أشرت في سؤالك هو بيان أو إثبات أن هذا الشعب رغم هذه السنين الطويلة من الحصار وكل أنواع الاضطهاد إلا أنه استطاع أن يصبر ولينتصر على قوة عسكرية معروفة بعنجهيتها وبانتهاكاتها وبجبروتها وبيعني عدتها القوية. لكن الأمر الأهم في هذه المعركة، نعم، كما قلت قبل قليل، ليس فقط هنا محصورة، وإنما أنه ثبت لدينا للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية لا تزال حيا في نفوس الأمة جميعا، وأنه قد فشل بذلك من كان يراهن على أن مشاريع التطبيع والتخذيل قد أخذت مأخذها من الأمة، وأنه قد حان الأوان للاستفراد بهذه الأرض وبهذا الشعب دون غيره. فعودة القضية وعودة البوصلة إلى الأمة هذا من أهم عوامل أو ملامح النصر في هذه النقطة في منتهى الأهمية دكتور. ونضيف عليها أيضا أن هذه المعركة كانت من أجل القدس وباسم القدس، وهذه مسألة مهمة جدا، واستطاعت أن تحقق هذا الإنجاز أيضا. نعم بالضبط، ولذلك هذا الإنجاز الذي يعني على أرض الميدان على أرض الواقع، أنه حينما فشل مخططهم في اقتحام العصابات للمسجد الأقصى وتوقف نوعا ما تهجيرهم لأهالي الشيخ جراح، لكن كما قلت عالميا أنه ثبت أن الأمة في غالبيتها هي لا تزال متفاعلة مع هذا الحدث، وهي مستعدة لأن تضحي بالغالي والنفيس من أجل إخوانهم، وهذا هو بداية النصر إن شاء الله تعالى وبداية الخذلان
لمن يقف مع الصهاينة ومع مشاريعها. من الواضح دكتور مشاركة الأمة بكافة قطاعاتها في هذه المعركة، ليس فقط بالمتابعة والدعاء وإنما أيضا بالمساهمة في مراحل الأعداد ونصرة قطاع غزة، ونحن نعرف أن هناك شعوبا كثيرة من أبناء الأمة تساهم بكل ما تملك من وسائل في دعم الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ودعم صموده أيضا في قطاع غزة ودعم المقاومة أيضا بكل الوسائل بالمال والسلاح وغيرها. نعم، ولذلك هنا نذكر بما أشار الأستاذ خالد مشعل في خطابه قبل أيام في من ساهم وشارك في تطوير هذه الصناعة الصاروخية التي هي أركعت وأرغمت أنوف الصهاينة، وأشار إلى جهود بعض العراقيين في هذا من وقت مبكر وليس الآن. وفي هذا أيضا نتذكر أنه ما قام به عدد من الروابط والهيئات العلمائية في وأخذت بدورها في تنبيه الأمة والقيام أو وجوب قيامها بواجبها أي الشعوب، وفضلا عن الفعاليات العديدة والكثيرة التي رأيناها وتابعناها على مدى الأيام الماضية. نعم، أشكرك جزيلا الناطق الرسمي باسم الهيئة، هيئة علماء المسلمين في العراق، الدكتور عبد الحميد العالي.